السلام عليكم الإخوان. هذه مدامة ما درت شي فيديو لأن ما جبتش الوقت. أنا بغيت نهضر بالعربية، بغيت نهضر بالدارجة بالعربية، لأن المقصود ديالي هو نهضر مع العرب خوتنا. كاينين الناس اللي كيغيروا السميات ديالهم، اللي كيبدلوا السميات ديالهم. كاينين الناس اللي كيبدلوا السميات ديالهم في الباسبور، وكاين الناس اللي كيديروا تعليق في هاد السوشيال ميديا، هادشي يعني فيسبوك اسمو، وكيبدلوا السميات ديالهم. علاش ما كتحطش السميه ديالك؟ علاش انت مسلم خصك تكون يعني براود، خصك تكون يعني متشرف بالسميه ديالك؟ علاش كتغير السميه ديالك؟ شنو كتخبى ولا حشمان ولا ما بغيتيش تبان ولا يعني ما كنشوف بزاف 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 عندهم السميات مغيره. علاش ما كديروا السميات ديالكم؟ الا نتوما كتعتقدوا بريوسكم بانكم ناس مزيانين طيبين، خاصكم تعطيو العبره، خاصكم تعطيو العبره، خاصكم تحطوا السميات ديالكم، بينوا الناس بانكم نتوما ناس مزيانين. ماشي دير السميه ميشيل ولا دير سميه اخرى وانت كتصرف مزيان. انت انسان، انت انسانه ولا انسان مزيان، يعني كتعطيهم هما لافونتاج، هما اللي كيتسموا ناس مزيانين. ما حنا غابرين، حنا ما كاينينش. بحال اللي كنت انا ملي كنت مقابل المراه عندي في السبيطار، ما كيعيطوش لي انا عبد الله ولا اخدي، كيعيطوا لي غاريسن بالسميه ديال المراه عندي. وقلت لهم كما انا ماشي غاريسن، انا عبد الله، انا كتشوفوني راجل مزيان وكن ريبريزونتي الناس كمسلمين، عيطوا لي بالسميه ديالي عبد الله. انا عبد الله ماشي غاريسن. كون كنت كندير شي حاجه خايبه كنت عيطوا لي عبد الله، ملي كندير شي حاجه مزيانه عيطوا لي غاريسن. انا هذا علاش بغيت ندير انا هذا الفيديو، هذا هو المقصود ديالي انا هذا الفيديو. انا بغيت نهضر مع الناس، خاصكم تخرجوا من لاكوك، خاصكم تخرجوا من لاكوك. يعني شنو هي لاكوك؟ يعني فحال البكبوشه اللي ساكنه في لاكوك. خاصكم تخرجوا في لاكوك، من لاكوك ديالكم، خاصكم تبينوا لوسكم شكون هما نتوما، وكتستحقوا الاسم ديالكم، كيستحق الشرف، كيستحق المعرفه، كيستحق بلا لا ريكونيسونس. يعني ما تكونوش حشمانين. حنا هذه الوقت ديالنا دابا، هذا هو الوقت ديال المسلمين والعرب، هذه الوقت ديالنا. كيهضروا علينا وكيهضروا فينا وكيكرهونا ولا هذا وقت ديالنا. خاصكم تاخذوا بواحد الجهه بوزيتيف، خاصكم تستغلوا الفرصه. شنو هي الفرصه؟ وهو خصنا دابا نجتهدوا اكثر. الا كنا كنديروا العباده، كنا كنعبدوا الله، خصنا مره ولا جوج، خصنا نديروا 10 الخطرات، خصنا نضاعفوا، وخصنا نبينوا على انه شنو هو الاسلام، خصنا نمثلوا. لان منا حنا فاش كياخذوا المثل، منا حنا فاش كياخذوا المثل. اكثريه الناس الغربيين كيسلموا من ناحيه المعرفه، ماشي على حسب النظريه ديال كيشوفونا حنا كيفاش كنتعاملوا. ما كيسلموش على اكثريه الناس، واغلبيتهم انتليكتوال، اغلبيه الناس مثقفين، غربيين مثقفين. ما كيسلموش على طريقه على انه كيشوفونا حنا كيفاش كنتعاملوا. كيسلموا على طريقه تقراوا القران، تمشيو تقراوا الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم، كيقراوا القران، تقراوا تتفاجئوا، تتصدموا ملي كيشوفوا داكشي اللي كاين في الكتاب وحنا كيفاش كنتعاملوا، كيتصدموا. المعامله ديالنا حنا غير يعني لا عيالات ولا جيل. اللي امراه وعندها الربيب كتعاملوا خايب، واللي لاباس عليهم ولا مستوى يعني ما بيش وعندهم خدامه كيعاملوها خايب. الى رباو شي دري ودخلوا في ولادهم، داك الدري هو البلاك شيب، كيكون هو الاخر ملي كيجيبوا الكادوات كيجيبوا الحوايج، كيعطيو لولادهم اللي تزادوا من كروشهم، وهذاك الدري اللي رباه هو الاخر، داكشي اللي شاط هو اللي كيعطيو. هذه معامله، اش معامله هذه؟ ماشي معامله الاسلام، ماشي معامله الاسلام. وحنا كنعايروا اليهود ونعايروا النصارى ونعايروا، والله العظيم الا كاين ناس يهود وكاين ناس نصارى اللي القلب ديالهم
ما نقدرش نعبر لكم المعاملة ديالهم، ما نقدرش نعبر لكم، ما نقدرش عاملتهم وعشت معاهم واسمو، ما نقدرش الخير والإحسان واللطافة والحق والقانون، يعني كاع اللي كاليتي اللي يعني كيطلبها البشر في حياته. وحنا كمسلمين كنتعاملوا غير بعضياتنا بالسوء والحقد، يعني الحقد والكراهية يعني باراليل، ما كيمشيو باراليل، ما كيتلاقاوش. من حقك تكره واحد الانسان ولكن ما نحقدش عليه، من حقك تكره، يعني هذاك حقك تكره واحد الانسان لان المعامله ديالو شتيها ماشي هي هذيك، من حقك ولكن ما نحقدش عليه، ما عندي حق عليه، ولكن باش غندخلو انا في قلبي ما ندخلوش في قلبي. ما في الصراحة كل انسان صادق، عمرو هذاك الانسان غيدخل في قلبي انا. على كل حال حنا بشر، وحنا المسلمين والعرب خصنا يعني ناخذوا هذه الفرصه، لان دابا كيهضروا علينا، كيهضروا علينا، ما خصناش نتخباو، ما خصناش نتخباو، خصنا نخرجوا رؤوسنا. انا عبد الله، شنو هي عبد الله؟ ماشي عبد هو السليف، ماشي عبد هو السليف، حيدوا هاد لانتربريتاسيون، هادي غلطه. عبد السيرفر، هو كيسيرف داكشي اللي قال ليه الله ديرو، فهمتي؟ عبد هو السيرفر، حنا ارتيست، حنا كاع لي زارتيست، خلقنا الله لي زارتيست، يعني كلنا عندنا واحد الهوايه، وكلنا عندنا يعني واحد الطالون، يعني موهبه نقدروا نغيروا بها الوضع، نغيروا بها العالم، نغيروا بها البشريه، نديروا ما احسن. ولانا كتشوفوا يعني في البدايه ديال الانسان اصحاب الكهف، شوفوا وين وصلنا حنا دابا من العهد ديال اصحاب الكهف دابا. علاش؟ لان البشر خلقوا الله ذكي، خلقوا الله عنده موهبه، غير خصك تلقى هذيك الموهبه ديالك، خصك تستمر فيها، ولو الناس العائله ديالك هما اللي ولين ما يعطيوكش السيبورت، ما يشجعوكش، لان خصك انت الى عندك شي موهبه خصك تستمر فيها، رغم ان الظروف غادي دوز في واحد المرحله ديال التناقض، وديال الناس كيقولوك هضره باش يحبسوك، وهذه ما تقدريش، ما ديريش، ما هذه ما هذه، بقى استمر في الموهبه ديالك. انا باختصار ماشي الموضوع ديال الموهبه اليوم اللي بغيت نقول لكم انا، هو علاش كتغيروا السميات ديالكم، علاش كتغيروا، علاش ما كتوريو. حنا انا دابا في السوشيال ميديا ما كنشوف السميات بزاف ديال العرب ولا ديال المغاربه ولا ديال الجزائريين، ولا ديما السميه اجنبيه، وكتشوف بان الصوره هذاك الانسان ولا انسانه راهم عرب وراهم مسلمين، وكيتصرفوا مزيان، المعامله ديالهم مزيان، مثقفين ما اسمو، وعلاش كتخباو؟ خرجوا السميات ديالكم، بينوا لهم انتم شنو كتسووا، ما كتعاملوا مزيان وناس في المستوى، بينوا لهم. وانا كنصحكم واحد القضيه، المستقبل قراوا اللغات، راه قلتها قبل، قراوا اللغات، راه اللغات باش ماشي نحاربوهم، ماشي غنحاربوهم، راه باللغات باش غادي يفهمونا، راه إلا ما هدرتيش معاهم باللغات ديالهم ما غاتفهمهمش، وزايدو اللغة هي اللي غادي تجعلك فواحد المستوى عالي عليهم هما، لأنك تهضر معاهم باللغة ديالهم، والثقافة ديالهم، وهادشي باش نحاربو، هادشي باش نحاربو، ماشي حرب باليد ولا بالسلاح ولا اسمو، حرب بالثقافة، وبالذاكرة، فكر. ما تعرفوا علينا والو، لان حنا ما كنوصلوش لهم، راه ماشي كفار، حيدوا هاد الفكره ديال هاد الناس، راه ماشي كفار، ماشي كفار، نتوما غالطين، راه الكافر هو المسلم، المسلم اللي هو مسلم وكيعيش في بلادك، وشوف اش كيدير لك، كيدير لك ديالك، كيدير لك الارض ديالك، كيسرق لك الدار ديالك، كيسرق لك مراتك، كيطعن لك ولادك، هادو هما الكفار، نتوما خدتوها بالمقلوب. اللي كيعرف الاسلام واللي كيعرف الله ومتخلي على داكشي اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم والله الرساله، وكيعرف الاسلام وكيعرف الحقيقه وكيتخلى على داكشي، كيتعامى وكيدير اجرام، هذاك هو الكافر، هذا
تنعت لي في اجنبي غربي وهو ما عارفش على الاسلام، ما عارفش الحقيقه، كتقول لي انت كافر. كيفاش كتهم واحد الانسان باش عرفتي هو القلب ديالو بانه كافر؟ الكفر راه في القلب. باش انت عرفتي هذاك الانسان بانه كافر، شتي غير في التصويره. تعيش مع الغربيين، خاصك تعيش معاهم وتمعن معاهم وهضر معاهم باللغه ديالهم وفهمهم وناقش وسول، عاد تحكم على واحد الانسان. حيت هاد الفكره ديال الكفار، ما كفار كفار هكا، على الكفار الاجانب راهم كفار. حتى الصليبيين في العهد ديال الصليبيين اللي هما حاربوا، اللي مشاو لفلسطين وهما حاربوا، راهم كانوا كيحاربوا على فكر بانهم عندهم الحق، ماشي على انهم باغيين يكفروا، مش بانهم حاربوا باش جوست باش ضد فينا حنا، باش يقمعونا حنا بان حنا كنعبدوا الله. الناس كتفكر يعني ديفيرونت، كتفكر ما كيعرفوا، جاهلين. الا هما جاهلين حنا خصنا نوصلوا لهم العلم، حنا اللي خصنا، راه مسؤوليه ديالنا حنا مسلمين، راه حنا اللي مسؤولين، راه داك قضاء الله، راه حنا اللي غنتحاسبوا اللي ما عملناش الدور ديالنا. حنا عندنا الايمان، عندنا الاسلام، وعندنا الحقيقه، وما كنوصلوهاش ليهم. وماشي يجي يقول لي انت خصك تسلم، ماشي هذا الموضوع، ماشي هذه الدخله اللي غتدخل واحد الانسان. لا 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 لا، علاش كتاكل الحلوف؟ يخ هاد الحلوف، يخ انت كتاكل الحلوف، انت كتشرب الشراب. انا ماشي هذه منطق، ماشي هذه الهضره اللي خصك تبدا بها باش تقنع واحد الانسان. كاين مواضيع اخرى اللي خصك تخرج بها، وخلي المسائل ديال كي ياكل ولا كي يشرب، هذه مساله اخرى. خصك تقنعو، بالعلم، وخاصك تدفعو يتسائل هو نفسه، خاصك انت تدفعو يتسائل هو نفسه واش كيدير، ماشي تحكم عليه، ماشي تطعنو، ماشي تسبو. وهذا هو الموضوع ديالي اللي بغيت نقول لكم. انا عندي الجيران، الناس هنا ساكنين كلهم كيحترموني، كلهم كيقدروني، وكلهم كيحترموني، كلهم، وكلهم واخذين عبره على انني كيفاش كنريبريزونتي الاسلام. هل المعامله ديالي معاهم غير معامل، ما كنقولش لهم، ما كنقول لهم لا خصك تصلي ولا خصك تدخل الاسلام، ولا ما عمرني جبت مع اي واحد موضوع على الطريقه ديال الاسلام، عمرني قلت لهم ها الاسلام اش كيقول ولا اش كيقول. ما كنلعبش انا الدور ديال الفقيه ولا ديال العالم، انا كنتعامل معامله هي هي المناقشة، هو الحوار، هي البداية، ليكزومبل. وخليهم هما يتسألوا، خليهم هما يجيو عندي ويسولوني على الإسلام، هذيك الساعة نريح معاهم ونعطيهم، ماشي نبزز على شي واحد ولا نبوشي. حنا خصنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا. وحنا المشكل ديالنا، المشكل حنا دابا أكبر مشكل عندنا هنا هو عدم الثقافة. لو المسلمين تقفوا، ما يحتاجش حنا نكونوا سوبر بويسون في النووي ولا في الاقتصاد ايكونومي ولا، ما يحتاجش. لو الناس المسلمين يتقفوا يعني باي لي مويان ديال اللغات والعلم ولا فاسون، يعني ياخذوا يعني واحد ربي واحد النمط، كيفاش يتصرفوا، يعرفوا كيفاش يتصرفوا، كيفاش ينطقوا، وكيفاش يحاوروا ويأدبوا ولادهم. لو حنا هاد الغربيين كلهم يجيو يسكنوا عندنا حنا، يجيبوا فلوسهم ويجيبوا العلم ديالهم ويجيبوا كل شيء ويجيو يسكنوا معنا، انا على يقين كلهم يجيو يرحلوا، لان المناخ ديالهم، غير المناخ ديالهم قتلهم، غير المناخ، الجو. حنا عندنا كل شيء، عندنا الطبيعه، عندنا الشمس، عندنا الشتاء، عندنا كل شيء. وراه هما بعث فيهم، راه كيجيو، راه كيمشيو للسود مثلا، الناحيه ديال كادير واسمو، كياخذوا التقاعد ديالهم، راه كيعجبو المغرب، كيعيشوا تما. انا كنشوف سمع في واحد لي فيديو، بعض الفيديوهات، وكاين الناس اللي فيهم كيهاجروا لاسيا، كيهاجروا لتايلاند، كيهاجروا، هذوك الناس كيقلبوا على حوايج اخرين.
دابا انا كنشوف بعض الناس اللي هما روتريتين كيقول لك حنا اخترنا البرتغال والبرتغال ما والبرتغال بحال المغرب مناخ واحد، وحنا علاش اخترنا البرتغال؟ لان حنا ما قدرنا ما يمكنش لنا نشربوا البيره لا بيار في الطبله على برا، ما يمكنش لنا هادي، ما يمكنش لنا هادي، ما يمكنش لنا هادي، ما يمكنش لنا هادي. الناس يعني عاديين، عائلات عاديه، ما كنهضرش على الناس عاديه، الناس يعني روتريتي اطباء و يعني واحد المستوى بغاو ياخذوا لا روتريت في المغرب، تيقول لك علاش الاسباب اللي جعلنا نختاروا الاسبان ولا البرتغال على المغرب. وحنا كانت عندنا لا توليرونس في العهد ديال السبعينات والستينات، كان عندنا لا توليرونس، لا توليرونس شارع عبد الخميس والشوارع اسمه لي بار مفتوحين، لا تيراس كاينه، اجنبي جالس قاعد مع صاحبه ولا صديقه عنده بيره بيره لا بيير في الطبله ما كاين حتى مشكل. كان عندنا هاد لا توليرونس، حنا ولينا بغينا نزيرو، ولكن مشينا بواحد السرعه، مشينا بواحد السرعه كثيره. على كل حال الموضوع ديالنا ديال 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 هادشي ديال لا توليرونس يعني ياخذ وقت كثير، وهو هذا انا هذا هو علاش بغيت انا الموضوع ديالي اليوم هو علاش الناس كيبدلوا السميات ديالهم، علاش كيغطيو السميات ديالهم. ما تخافش ما تخافش في السوشيال ميديا، ما تخافش، ما كاينش اللي غادي يجي تهضر يعني غتهضر في واحد شي حاجه اللي غادي ما فهمتش انا ما فهمتش ما فهمتش. لا المعامله ديالك حسنه والنيه ديالك حسنه، كن حر، كن حر، فري يور سيلف تيقولوا بحال الانجليزي، حر يعني خذ الحريه ديالك، انت ما تضغطش على نفسك، انت كتجعل الدوله، انت كتولي لهم الخوف وكتجعل الدوله تغامض على نفسها، انت خصك تفرض عليها. الا كنتي كتخاف الحكومه في المغرب ولا شي حاجه، شي حاجه ما عندك علاش تخاف، زيدو ما عندك علاش تخاف، ما كاينش شي حاجه، لا اهضر، ما عندك علاش تخاف، الناس راه كاع كيهضروا، الناس راه تيقولوا مسائل اللي انا المهم انت ماشي انت ولا انت ماشي انسان مشهور اللي غادي تخطر عليهم اش كتقول. اللي كيخطروا على الحكومه هما الناس بحال مثلا الصحافه، انسان صحفي، انسان هذاك ما كيخاف من الحكومه، كتخاف من غادي يوقع لك السعودي فعلا. انت ولا انا ناس عادي كثير عليهم باش يراقبوا اي واحد. انا كنقول كنتي كتخبي سبيلك وانت خايف، كنتي كدير والو اسمو علاش كتخبي سبيلك؟ انت عادي انسان، انسان ولا انسان عادي، وعندك شي ثقافه ما تجبد وعندك مخالف في السوشيال ميديا، كن حر. وهو انا ما نطولش عليك، حتى انا كنحييكم الاخوان العائله من نيويورك، ايوا سلام بروكا، ونشوفكم ان شاء الله، مع السلامه.